ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، هل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ هذا يختلف، لكن قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة اليمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فإنه يقع الطلاق، ثلاث طلقات، ثلاث طلقات، طالق ثم طالق ثم طالق. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي زوجها غيرك. نسأل الله السلامة.